السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم في المحاضرة السادسة في الكورس HCIE Security. دكتور عبد الرحمن أحمد، هنتكلم النهاردة مع بعض عن Host Firewalls and Antivirus Softwares. طب إحنا منتظرين ندرس إيه في الشابتر ده؟ منتظرين ندرس كالآتي: Firewall هي في البداية كانت عبارة عن إيه وهي بتستخدم فيه أساسا، Communication Field وإيه هي الأنتي فيروسز تشتغل ازاي في الجهاز وايه البروسيس الانتي فايروس بيعدي عليها في الجهاز عند حضرتك. اوكي، يبقى احنا كده هندسكرايب وندفاين الفاير وول، المين فانكشنز بتاعتها، الكونسبت بتاع السوفت وير، والسوفت وير هنفرقه عن الفاير وول اللي هو الانتي فايروس سوفت وير طبعا. طب ايه هي الفاير وول؟ يا فندم الفاير وول دي هي عباره عن وسيله حضرتك تقدر تستخدمها عشان خاطر اعرف افصل ما بين البرايفت نتورك، ومصطلح البرايفت نتورك ان هو يعني اي نتورك داخل المؤسسه اللي انت فيها، كانت بيت، كانت شركه لسه ستارت اب ميد رينج او انتربرايز، كانت جامعه، كانت وات ايفر، ايه هي المنشاه اللي جواها في انترنت، والبابليك نتورك الانترنت العالمي هو واقف في النص ما بينهم، بي ايزوليت الحتتين دولت، وهو وظيفته ان هو يقلاو الاشخاص الاوثرايزد المسموح ليهم ان هم يجو عن طريق الفاير وول او ان هم يخشوا من الفاير وول ان هم ياكسسوا النتورك. طبعا في نفس التوقيت هو بيمنع الايه الهاكرز. جميل جدا. قلنا يا فندم قبل كده ان البيبل الموجودين في الانترنت cannot access الانترنت من غير الفاير وول بيرميشنز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو احنا نيجي نتكلم على حاجه زي كده، كل من هو داخل الشركه، طبعا انا يعني هاخدها مثال جنرالايز على الشركات، ولكن تعال ناخدها بمثال بسيط. تعال نتكلم على البيت عند حضرتك، كل من هو داخل الشقه ما يقدرش ان يأكسس الانترنت العالميه من غير ما يعدي على الفاير وول، والعكس صحيح، ما يقدرش اي حد من بره ان هو اكسس عندك غير لما يعدي على الفاير وول في الاول. ماشي، هي الفاير وول تكنولوجي دي هو طبعا في البدايه كانت الفاير وول اصلا مصطلح بيستخدم زمان خالص كجدار مانع للحرايق، وده من هنا نبع المصطلح بتاع كلمه فاير وول، لكن احنا لو بنتكلم عليه كاي تي فنقول ان الفاير وول هو معادله بسيطه من الهاردوير والسوفت وير والكنترول بوليسي. جهاز كهاردوير وسوفت وير مخصص للفاير وولز وكنترول بروسيس معينه، اوامر معينه، هم غالبا بيبقوا امرين بيرميت وديناي، مسموح لي او غير مسموح لي. طبعا احنا قلنا ان من ضمن الكلاسيفيكيشنز احنا بنقسم الفاير وول سواء كهارد وير فاير وول، عندك جهاز فاير وول نفسه، او سوفت وير فاير وول زي اللي عندنا كلنا على اجهزتنا اللي هو كسوفت وير. يعني عندنا كل المستخدمين ويندوز عارفين عندهم فاير وول في الجهاز بتاعهم، حتى برضه مستخدمين ماك وكلام. البروتكتد اوبجكت يا اما ستاند الون فاير وول يا اما نتورك فاير وول. بمعنى تعال بس في الاول نتكلم على الاول تو فورمز. الهاردوير فاير وول ده امبيدد سيستم كامل، ده جهاز كامل مخصص بيبقى عليه اوبن سورس سوفت وير. بيبقى الهاردوير فاير وول ده ار يوز تو ايزوليت الانترا نت عن الاكسترنال نتورك through a combined of hardware and software. خد بال حضرتك ان انا بس في نقطة عندي هنا اهو قبل ما نكمل، مش شرط ان انا رحت اشتريت جهاز فاير وول. ناس كتير جدا بتروح تجيب بي سي وتقلبه تخليه فاير وول، ويقبل هذا عادي جدا يعني وشغال اتس اوكي okay. بس طبعا تكلم النقطة اتس اوكي okay في حاجة انك تعمل كده في شركة ستارت اب في الشقة عند حضرتك في شركه ميد رينج، لكن انتربرايزز لا، لازم تروح تجيب جهاز فاير وول ان في فيتشرز اعلى وقوه اكتر. السوفت وير فاير وول لا عادي جدا، ده حضرتك بتنزله على اوبريتنج سيستم بلاتفورم. سوفت وير فاير وول برضه بيعمل نفس الفانكشنز ولكن باستخدام السوفت وير، ولكن مش طبعا مش بنفس قوه الهاردوير. طب يعني ايه ستاند الون ويعني ايه نتورك؟ قال لك ان ستاند الون فاير وول دي سيرفرز اونلي باي ذا كرنت هوست، يعني زي اللي عند حضرتك على الجهاز بتاعك، هي خاصه بيك انت فقط، اللابتوب بتاعك انت فقط، تمام. طب نتورك فاير وول لا، دي مخصصه لشبكه نتورك معينه،
وخد بال حضرتك ان احيانا بيكون في فاير وولز مخصصه لشبكه النتورك بتاعت السيرفرات فقط. ده بالنسبه لهم نقطه مهمه. بنتكلم على الويندوز فاير وول طبعا كسوفت وير، بيوريك الفرق ما بينهم في الاشكال بتبقى عامله ازاي. نبدا في الاول نتكلم على الويندوز فاير وول واللي هي متواجده بالفعل عندنا كلنا. احنا لو رحنا نشوف من الكنترول بانل عندنا، وحضرتك رحت للسيستم والسكيورتي، هتلاقي ويندوز ديفندر فاير وول اللي هو الشكل المعهود للفاير وول عند الناس كلها اساسا، عند اي مستخدم للفاير وول او اي مستخدم من ويندوز هتلاقي عنده الشكل بتاع الفاير وول ده، ده الشكل المعهود ليها. يقول حضرتك خد بال حضرتك ان هي بتالاو ابلكيشنز اوف فيتش اور فيتشرز ثرو ويندوز فاير وول سبيسيفيك اداتا باس ثرو رول. عندي بس هنا نقطه في حاجه مبدئيا، في ثلاث حاجات لازم نركز عليها. انا عندي في مصطلحين هتسمعهم طول ما احنا شغالين، حاجه اسمها امباوند رول وحاجه اسمها اوتباوند رول. يعني ايه؟ هنعتبر ان انا عندي باب، اوكي، اي حاجه بره الباب اللي هي زي الشقه دي امباوند، اي حاجه بره دي اوتباوند، اوكي. فمعنى كده ان انا لو عايز احط رول امباوند يبقى انا بحط الرول ده على اللي جوه الشقه عشان يعرفوا يخرجوا من الشقه دي، ولو انا بحط رول اوتباوند بحطه على اللي عايزين يخشوا الشقه دي. اوكي، ادي اول نقطه. تاني نقطه، الفاير وول حاجه عظيمه جدا ولكنها حاجه يعني سلاح ذو حدين، وذكرنا قبل كده النقطه دي زي ما اتفقنا ان الفاير وول، ودي لازم نعيدها تاني واحنا بنتكلم عن تشابتر زي تشابتر فاير وول. قلنا قبل كده يا فندم ان انا عندي الفاير وول اهي، انا الجهاز بتاعي اهو، انا هنا اهو انا الهوست، وفي بره الانترنت العالمي. الفاير وول ما تسمحش لاي حاجه تخش الا ردا على رساله جات لها مني كهوست. فبالتبعيه تاني مشكلتنا ان في ناس كتير، وده برضه هتذكر انه في كورس، بتيجي تروح مدخله سوفت وير عندها ما تعرفش ده ايه، اقول لك بس انا جايب الابلكيشن بكراك، يروح جاي باعت رساله للهاكر، الهاكر يخش من الفاير وول بشكل رسمي. المشكله الاكبر ان حضرتك بتروح جاي قافل الفاير وول وانت بتعمل سيت اب للسوفت وير ده، ونوبتك من المشكله. طب هل الفاير وول بتعمل كده فقط؟ لا، الفاير وول ليها حاجات او ليها فيتشرز كتيره جدا. بنكمل وبنتكلم ان الادفانس سيتنجز للفاير وول بتسمح لي بتاعت الويندوز دي، اسمح ان انا اشوف سبيسيفيك ديتيلد عن الامبوند والاوتبوند رولز، ايه الرولز المحطوطه امبوند او اوتبوند. وخلي بالك حضرتك ان الرولز هنا هو يقصد بيها البيرميت والديناي، مين مسموح له بايه مين مش مسموح له بايه، تمام. وانا طبعا اعمل ريستارت للقصه دي كلها، اقعد اعمل ريسيت ليها كلها، ارجعها تاني على الستاندرز بتاعت الويندوز. ويا ريت ما تلعبش فيها از لونج از انك مش فاهم نتورك وفاهم سكيورتي كويس قوي، انك ممكن تفتح بورت، البورت ده عن طريقه يحصل مشكله زي الويمر كراي كانت مشكلته في بورت معين في الويندوز، شرحنا الكلام ده في المحاضره اللي فاتت. البورت ده كان يقدر الهاكر يخش منه يحصل المشكله دي، تمام. وبرضه تقدر تعمل تريبل شوت للنتورك ديتكت ونتورك ايشوز. بقول لحضرتك مش بس كده، الرولز طبعا في زي ما قلنا هي بيرميت وديناي، وبنقدر كمان نتحكم فيها هي برايفت ولا بابليك، برايفت ولا بابليك يعني امباوند ولا اوت باوند. وزي ما اتفقنا برايفت هو داخل البيت، بابليك هو خارج البيت، امباوند هو داخل البيت، اوت باوند هو خارج البيت. وبقى حضرتك ان انت كمان تقدر عن طريقها تريموف اب او فيتشر معين. وهنا هو في نقطه بقى، إيه لو انت شاكك مثلا ان انت عندك جهازك حد انت نزلت سوفت وير مثلا شاكك ان السوفت وير ده بيعمل مشكله في الفاير وول، افصل كل الاجهزه مع شبكه النتورك من على الواي فاي عندك، وهات الواي فاي ده قدامك وابدا وصل جهاز جهاز بشكل مستقل، وشوف انهي جهاز اللي لما انت هتيجي توصله هتلاقي الترافيك عالية جدا على شبكه النتورك، حصل لاج عندك وبدات لمبه دي سيل تفاعل بسرعه عاليه جدا. هنا هتقدر تعرف ان الجهاز ده بيبعت باكت او بيبعت رساله انت مش شايفها قدامك، اوكي، والرساله دي معنى كان هي عامله مشكله الرساله دي.
طيب طبعا حضرتك بلاش تموديفاي في النوتيفيكيشن رولز وتكر من النقطة ان حضرتك الفاير وول، وخصوصا دلوقتي كمان في الوينسز الجديده زي ويندوز 10 ويندوز 11، بتقدر تدي لنفسها بيرميشنز ان هي تمسح ابلكيشن وانس ان هي شكت فيه، واللي هو ده بيحل محل انتي فايروس، فانتي فايروس برضه بيعمل القصه دي، لكن هنشوف برضه النقاط بتاعته دلوقتي قدام. ولكن ما تقفلش فاير وول معينه، لانك لو قفلت الفاير وول حضرتك اوبن على شبكه النتورك، انت ما انتش عارف ايه حجم الخطر اللي ممكن يجي لك. وتذكر ان لما انت بتقفل فاير وول انت معرض للويمر براي او فيروس الفديه، ولو انت لو شغال في شيء مهم، بانكر، شغال في البورصه، شغال مبرمج لمجموعه مهمه من الشركات، شغال نتورك انجينير، شغال مهندس سايبر سكيورتي، وحصلت عندك كارثه زي الويمر براي دي هتضرك بشكل انت مش متخيله. ايه تاني؟ طبعا هو بيوري حضرتك ان هو الانيبل والديسيبل، لان تكير برضو ان الكورس ده احنا بنتكلم على تكنولوجيا هواوي في الصين، بره الاكثر شيوعا مش الويندوز، الماك واللينكس باي ذا واي. يعني بيوري طبعا حضرتك فيتشرز الانيبل والديسيبل اللي هي، ثانية واحدة، طبعا هو اوكي احنا ممكن نعمل كده، نروح نفتحها. ان حضرتك تيجي هنا هو مثلا وتعمل فيتشر بتاع اون اور اوف للفاير وول، طبعا تقدر تعمل ريسيت، وتقدر كمان تشوف الادفانس سيتنجز اللي هي المنظر ده، وهنشوفه دلوقتي، وهنشوف ايه الامبوند رولز الموجوده وايه الاوتبوند، هنشوفها دلوقتي حالا. هي جايه معانا على فكره في المحاضرات، وانا واخد سكرين شوتس من الشكل عندي هنا اهو، كنت بشرحلكم عليه حاجه. طيب اهو يعني جايه دلوقتي. نجاح احنا بنقوله طبعا تقدر انك تعمل ريسيت تو ديفولت، وده لو انت يعني عملت حاجه في الفاير وول وشاك انك عكيت الدنيا، اعمل ريسيت تو ديفولت ما تستناش تجازف. بنتكلم على ادفانس سيتنجز. عندي في ادفانس سيتنجز انا هو بقدر اتحكم في الامبوند والاوتبوند رولز، وزي ما اتفقنا دولت هم المتحكمين في اوامر البيرمت والديناي. خد بالك ان انت ممكن تقفل على امر امبوند او اوتبوند تفاجئ انك قفلته على البروتوكول، عشان كده قلت لحضرتك التعامل مع الفاير وول بيكون بحساسيه عاليه جدا، انك لازم تكون فاهم نتورك كويس جدا، وفاهم بروتوكولات النتورك كويس، وعارف البروتوكولات دي بتقوم على بورتات ايه وبتنفذ تاسكات ايه، وايه حجم الداتا الان والاوت بتاعتها، عشان تقدر تشوف هل البروتوكول ده انت هتقفله ولا لا، او ممكن يجي لك المضيف في الشركه يقول لك ايه؟ اقفلني ان اي حد يقدر يخش على اي براوزر في العالم. فانت اوتوماتيك بتقفل انهي بروتوكول؟ ال HTTP HTTPS. يقول لك اقفل لي ان ما حدش يعرف يابلود او يداونلود فايلز، ال FTP والتاني FTP. بعد ما تقفل الاثنين دول فانت ممكن تطلب منك متطلبات، او انك تقفل حاجه طب موقع معين او باكت معينه تجيلك، وهنشوف دلوقتي الكلام ده. خد بالك ان حضرتك كمهندس انت بالنسبه للمدير هو مش فاهم انت بتعمل ايه، لان ده مش تخصصه، وهو مش مهتم ان هو يعرفه، لان هو مضى معاك كونتراكت عشان انت اللي تهتم بالنقطه دي، هو هيطلب منك تاسك وعايز ينفذه تمام وفي اسرع وقت، او ان حضرتك شاكك ان في موقع، وده طبعا بيحصل. قبل بس ننتقل من السلايد دي، بيحصل لنا دايما ان احنا بنبقى شغالين في مكان، ومره واحده نلاقي ايه، حصل نوتيفيكيشن على اشهر مواقع، في مواقع مخصصه للزيرو دي اتاكس، ودي انا هحاول اجيبها لكم في المحاضره الجايه. المواقع دي مخصصه لانك تعرف الفولنربيلتيز الجديده اول باول والهجمات الجديده اول باول. وحضرتك تفاجئ ان في مثلا ثغره امنيه اتوجدت في ياهو، والثغره دي كارثيه، فانت اوتوماتيك بتبلغ مدير الشركه وبتاخد اكشن وبتفصل الياهو ده تماما تمام. ده ممكن يطلب منك، او انت ممكن تعمله عشان تديفنس، ما تاخد بال حضرتك ان انت السيف والدرع للمؤسسه دي، لان انت مهندس السايبر سكيورتي اللي فيها، انت اللي بتحارب هاكر غير مرئي، فانت لازم تكون متابع لحظه بلحظه اللي بيحصل حواليك عامل ازاي.
طيب بنتكلم ان احنا ممكن نحط رول جديده. تعالى يا فندم نشوف لو احنا حبينا نحط رول جديده. مثلا هنروح للادفانس سيتنجز، هنروح للامبون، اقدر ان انا اضيف رول؟ اه طبعا اقدر ان انا اضيف رول. اشوف بقى انا عايز اضيف رول دي لبروجرام معين، بروجرام عندي او بورت معين. خد بالك من النقطه دي، لو انا جيت هنا عند البورت، بورت ده مثلا ان انا عايز اشتغل على رول خاصة بورت انا شاكك فيه. يعني مثلا عرفت زي ما حصل في الويمر كراي ان بورت 442 ده البورت اللي بيضرب في الويمر كراي، فانا عايز اقفل البورت ده بس كده. يعني انا لو قفلت البورت انا كده سيفت. خد بالك ان اثناء الويمر كراي مهندسي السايبر سيكيورتي اما اكتشفوا هو بيضرب انهي بورت كان دي هي الطفرة لحد كل حاجة. او بريديفاين. يعني ايه بريديفاين؟ عايز اقفل على حاجه معينه في السيستم او كاستم. لا ده انا عايز اعمل رول بقى إيه انا اللي عايز اعمله، هقفل فيه بورت واقفل فيه حاجات معينه وخلافه. طيب تعالى مثلا نشوف كده بورت. مثلا قال لي حضرتك البورت ده ايه، تي سي بي ولا يو دي بي؟ نفتكر بقى هنا اهو الشابتر اللي شرحه في المحاضره الثالثه، الفرق بين التي سي بي واليو دي بي. ولكن تذكره سريعه، التي سي بي ده البروتوكول اللي احنا بنستخدمه في حالة ان احنا محتاجين حاجه محتاجه سترونج كونكشن و هاي سبيد للنتورك، تمام. اليو دي بي لا، قلنا ده بنستخدمه في الحاجات العاديه زي التكست مثلا، حاجه مش كارثه لو النتورك فصلت يعني. طب انت عايز تقفل كل اللوكال بورت، عايز تقفل كل البورتات اللوكال، ولا انت عايز بورت معين زي مثلا بورت 80، بورت 80 لو تتذكروا اللي هو الاتش تي تي بي، او بورت 20 وبورت 21 بتوع الاف تي بي، تمام. ولا انت عايز تقفل البورت بتاع التلت اللي هو 68؟ شوف بقى انت عايز تقفل انهي بورت بالظبط. طيب ده لو انا مش عايز اقفل بورتات، لو انا عايز اعمل اقفل بروجرام معين، لو انا حضرتك قول لي البروجرام باص عندك ايه، ولا تحب اقفل لك كل البروجرامز الموجوده متصله بالنت؟ طب بلاش ده. بريديفاين طبعا، بريديفاين دي قصه طويله جدا. احنا بنشوف انت عايز تقفل ايه من الحاجات المحدده قبل كده، يعني الحاجات دي اساسا بيبقى السيستم مديها لك فيتشرز، يقول لك انت عايز تقفل دي او عايز تقفل، يعني حاجات جاهزه بمعنى ادق انك تقفلها. طب كاستم، تعال كده نشوف ايه الكاستم. الكاستم ده بقى انت كده عايز تقفل بروجرام معين فحطه لي. طبعا مش هينفع طبعا عشان احنا يعني حلو، ولكن احنا ممكن نشوف فكره من هنا. انت عايز تقفل بروجرام معين، البورت والبروتوكول بتاعه ايه، السكوب والاكشن والبروفايل واسمه ايه. جميل جدا، ده في حاله الانباوند. طيب الاوتباوند نفس القصه برضو، نفس طبعا الرولز هي حابب تتحكم فيها. الكونكشن سكيورتي رولز ايه ده؟ مثلا حضرتك في كونكشن ما بين اللابتوب بتاعك وما بين سيلفر معين في الشركه، فحضرتك عايز ايه الكونكشن سكيور ما بينكم يكون له رولز معينه. زي ايه بقى؟ ايزوليتد، معزول الكونكشن ده، معزول عن اي حاجه تانية. اوثنتيفيكيشن، ان الكونكشن ده يبقى فيه اوثنتيفيكيت، انا عايز اضمن الكونكشن ده وعارف مين داخل عليه ومين مش عارف يخش. سيلفر تو سيلفر، وده بيستخدم كتير جدا على فكره وخصوصا في ويندوز سيلفرز، الكونكشن بين سيلفرين، تمام. تانل معينه، تانل دي عشان افهمها لكم، لما حضرتك تروح تعمل تحويل بنكي يقول لك انا هديك 30 ثانيه او 25 ثانيه، ده ايه؟ ده التانل، هو عباره عن تيوب سكيور لمده 25 ثانيه، بعد كده هيحصل له ديسكارد هيفصل، تمام. او طبعا كاستم. طيب تعال نشوف كده حاجه زي الايزوليتد. الايزوليتد ده بقى يقول لحضرتك بقى انت هتريكوست اوثنتيفيكيت فور الامبوند ولا الاوتبوند ولا الاثنين مع بعض. انت هتريكوير اوثنتيفيكيت للامبوند كونكشن وتريكوست اوثنتيفيكيت للاوتبوند، هتريكوير اوثنتيفيكيت على الامبوند والاوتبوند كونكشنز عامه، كل ده بيقوله لك تبدا تختار وخلافه. ولكن الحته دي لسه قدامنا شويه عشان نعرف نتلاعب بيها. طب ايه المونيتورنج؟ المونيتورنج بقى ايه؟ يقول لك بقى ايه اخبار الدنيا عندك، ايه الحاجات المستخدمه. يعني مثلا انا في عندي كونكشن مفتوح على فاير وول،
حاليا يعني كلنا شغالين عليه، ده مفتوح فاير وول معين، يقول لك ايه الفايل نيم، ايه السايز اللي بيستخدمه وخلافه. تقدر حضرتك تشوف الاكتف فاير وول رولز، دي كل الاوامر اللي عندي الاكتف حاليا. تمام، في منها حاجات زي سبيد اوكي او بي دي اف اليمنت، كامتازيا مثلا، الحاجات اللي هي مشهوره شويه، مايكروسوفت تيمز، الاوتلوك وخلافه. فده مثلا يقول لحضرتك انا انت عايز تشوف ايه الحاجات اللي عندك. مين السكيور سيرتيفيكيشنز؟ طب ايه اخبار السكيور رولز؟ طبعا مفيش حاجه كونكتد بيها، يعني ده اللابتوب بتاعي الخاص يعني. فحضرتك بيبدا يفرجك ايه الفيوز الموجوده عندك، وتقدر طبعا تعمل ريفرش، تقدر كمان تكسبرت الليست دي كلها كتكست دوكيومنت، ولنقل مثلا هنكسبرتها ككلمه فاير وول، هنروح نعملها اكسبرت على الديسك توب كده ونشوف ايه ايه اللي هيطلع لنا في الـ في الاكسبرت فايل ده. بيطلع فندم بالمنظر ده، بيقول لحضرتك ان هو طبعا المفروض ان هو يطلع لك في شكل اكسل، وعلى فكره انا مش عارف يعني، انا ما حاولتش الصراحه قبل كده، حق يقال ان انا اطلعه في شكل اكسل شيت، لان عنوان السيرفر بيطلع في شكل اكسل شيت اوتوماتيك يعني. فاحنا we could try it together هنا اهو، ان انا هقول له اكسبرت البوليسيز كلها، لا سهلا عايزين اكسبرت الفاير وول بوليسيز، عايز اكسبرت الليست ده للاسف هنا هو، لا في في سي اس في، فدي كويسه يعني اكثر نظاما شويه. كده احسن بكتير بإكسبرت حضرتك، عشان لو انت عايز تعمل تشيك اب بقى تشوف الدنيا انت اسرع واحسن، بإكسبرت يقول لحضرتك ايه ايه الحاجه المستخدمه، البروفايل بتاعها ايه، برايفت ولا برايفت وبابليك مع بعض، الاكشن بتاعها الاو ولا لا، الاوفر رايد نو ولا الاو اوفر رايد، الاندايركشن بتاعها ان بوند ولا او بوند، البروجرام اللي مستخدمها، اللوكال ادرس بتاعها، الريموت ادرس بتاعها، البروتوكول اللي هي بتستخدمه ايه، واللوكال بورت اللي هي بتستخدمه ايه، والريموت بورت اللي هي بتستخدمه ايه وخلافه، لحد وتشوف كمان الستيت بتاعتها اتس اوكي ولا لا، الجروب اللي هي تابعه ليه، اللوكال يوزر والابلكيشن باكج اللي هي بتستخدمه. تمام، ده حاجه فكره تقدر تعملهم عندك من على من على الويندوز عادي جدا. اوكي، نرجع احنا كنا بنقوله ده بالنسبه للشركه بتاع الويندوز. امال اللينكس، واللينكس هو الاكثر شيوعا في الحته دي، خد بال حضرتك ان انا لما بحب اقلب اي بي سي عندي لفاير وول بعمل حركه من اتنين، يا بستخدم ويندوز سيلفر واقلبه كفاير وول، يا بستخدم لينكس. و 90% من اللي شغالين في المجال هو ده مش ستاندر، هو بس عشان لينكس اكثر قوه واكثر سهوله في النقطه دي، بيحبوا يستخدموا لينكس في النقطه دي، ولكن ده تيك كير مش ستاندر، مش لما انا احب اعمل كذا هقلبه، لا مش شرط. تمام، روح حضرتك انا عندي في اللينكس الدنيا شغاله كالاتي، عندي حاجه اسمها اي بي تيبل، ده في الفاير وول بتاع اللينكس، وده بيشتغل ازاي؟ ده جواه اربع فيزز بيحصلوا، اللي هم تعالى كده نمسك الليزر بوينتر مع بعض، الاي بي فاير وول، الاي بي فويدم، والاي بي تشينز، والاي بي تيبل. تعال نشوف القصة بكل بساطة. قال لك النكس فاير وول دي بتتقسم لجزئين، نت فلتر واي بي. الاي بي ده انترفيس ما بين الفاير وول وما بين المستخدم، اتفقنا؟ اي بي تيبل انترفيس ما بين الفاير وول وما بين المستخدم. طب والنت فلتر ده اللي بيقدر يدي للفاير وول فانكشنز بتاعتها. اوكي اوكي طيب، نت فلتر ده قال لك ده شغال في الفاير وول لينكس كيرنل، وبيبروفايد سيريز اوف تيبل، كذا تيبل، كل تيبل ده بيكون بيتقسم من جوه سيريال تشينز. يعني ايه القصه؟ بالراحه كده، الخريطه عندي ماشيه كالاتي، الخريطه عندي ماشيه كالاتي، عندي كذا جدول قدامي، كل جدول جواه سلسله معينه، كل سلسلة بتتكون من كذا رول معين، وزي ما اتفقنا الرولز بيرميت وديناي. يبقى نقول تاني، كل هدوء، انا عندي كذا جدول،
كذا ايه؟ جدول. كل جدول متقسم لكذا سلسله من الاوامر. تمام؟ تمام. ده في الايه؟ ده في النت فلتر. طب امال الاي بي تيبل؟ قال لك الاي بي تيبل ده يوزر تول، ده حضرتك تقدر تستخدمه عشان تقدر تعمل اد ديليت او انسيرت للرول. ده اظن الاي بي تيبل ده شبه اللي احنا كنا لسه فيهم شويه، اللي هي الادفانس سيتنجز بتاعت الفاير وول اللي موجوده في الويندوز. احنا كنا نقدر ايه؟ نمسح رول معين، نضيف رول، نغير رول، الكلام ده كله كنا نقدر نعمله، صح؟ ولسه كنا شايفين من شويه مع بعض. الاي بي تيبل في لينكس نفس القصه. يروح لك الشكل عامل ازاي بتاع التيبل والشينز وجواها الرولز عامله ازاي كتبسيطا للفكره لسه قايلها. ماشي يا فندم. الاي بي تيبل رول عامله ازاي؟ بيقول لك الداتا باكت، اي رساله انت هتجيلي هي بالنسبه لي داتا باكت عن طريق النتورك. بنشوف بقى دي بندخلها على الرول. بيجي الاي بي تيبل يسبيسيفاي الكوانتي تيبل انفورميشن انكلود السورس اي بي ادرس، هو بيروح جاي عامل الرساله دي يشوف السورس اي بي ادرس والديستنيشن اللي هي رايحه له والسورس بول والديستنيشن اللي هي هتوصل له والبروتوكول اللي هو شغال بيه. جميل جميل. يجي الداتا باكت دي هنشوف هي هتماتش الاي بي تيبل رول اللي متخزنه عندنا، هيسمح لها بالعبور، لا هيلغيها خالص. نفس ميكانيزم الفاير وول، ما اختلفناش في اي حاجه. لكن لو تاخد بالك هنا هو الموضوع منظم اكتر وتقدر انك تعمل فيه فيتشرز اعلى. جميل جدا. بنكمل كلامنا وبنقول ايه يا فندم؟ التشين عندي السلسله اللي اتفقنا عليها من شويه دي شغاله ازاي؟ حضرتك ان التشين دي هي باس اوف ترانسميتنج داتا باكت، each chain contain one or more rules، ودي احنا متفقين عليها. خلي بالك التشين ممكن تكون امر واحد، مش شرط ان هي سلسله اوامر، لا ممكن تكون امر. ما بالكش السؤال ده بكده جه. التشين يسمح لها ان هي تكون امر واحد مستقل. تمام؟ او مجموعه اوامر. الداتا باكت لما توصل للتشين الاي بي تيبل بيبدا يشوف بيماتش الباكت ده مع اول رول موجود في التشين. بيبدا ان هو يعمل ماتش للباكت مع اول رول في السلسله دي كلها. زي ما اتفقنا. مش شرط ان هما كذا رول، ممكن يكون رول واحد. اوكي. بيتشيك الباكت ده هيقابل الرول المطلوبه ولا لا؟ لو لو الباكت تمام هيبدا ان هو ايه؟ ياخد الاكشن ديبند على الرول اللي موجوده. والله بقى كانت الرول دي بيرمت، كانت ديناي، ما خلي بالك ان هو ممكن يوصل لي باكت دينايد اصلا فاعمل له ديسكارد، مش شرط يبقى بيرمت يعني. تمام؟ طب لو لا، لو مش الرول اللي في السلسله دي اللي موافق، ما حتى فعلا السلسله فيها كذا رول تاني، فبيبدا يعمل ايه؟ يوديها للرول اللي بعده ثم اللي بعده ثم اللي بعده لحد ما يشوف هي ماشيه ازاي. لو ما لقاهاش في ولا رول هيعملها ديسكارد. اوكي؟ او ممكن ما لقاهاش في ولا رول بس هيبقى عنده حل قبل ما يعملها ديسكارد. هو عنده ديفولت بوليسي تشين زي اللي موجوده كده في الويندوز. وانا مش الويندوز قلنا من شويه ان انا بعمل ريستارت، لما باجي اعمل ريسيت انا اسف، فبيرجعني للديفولت فاير وول. نفس الفكره في اللينكس، مش محتاج ان انا اعمل ريسيت. اللينكس بيخلي الديفولت تشين لوحدها على جنب. لو فشل في انه يلاقي الرول كل التشينز بيبدا يراجعها مع الديفولت، ما لقاهاش في حتى في الديفولت بيعملها ديسكارد. انا ذاك عندي خمس اوامر جوه اي تشين. امر اسمه بري راوتنج، امر انبوت، فورورد اوتبوت، وبعد كده بوست راوتنج. بيبقى شكل الرول في التشين عامل المنظر ده. تعال نشوفها كده مع بعض. الرول بتاخد اي دي على حسب الرقم اللي انت عايزه، بتاخد سورس اي بي ادرس، والديستنيشن ممكن طبعا يبقى اني، لان انا ممكن احط الرول دي عندي في كده بحط عندي فاير وول، فمش شرط ان انا عارف دايما الديستنيشن. يعني مش عارف ديستنيشنز العالم كله، عشان كده بحط الديستنيشن اني، يعني اي ديستنيشن عايز اطلع له. البروتوكول بتاع اتش تي تي بي فهيقول له بيرمت. معنى كده يعني ايه معنى الرول اللي احنا كاتبينه قدامنا ده اللي هو بالمنص ثانيه واحده؟
اللي هو ده. سوري، ده معناه ايه؟ قال لحضرتك ان ده معناه الاتي، ده معناه الاتي: الرول رقم واحد انا ممكن اديها اي اي دي، ممكن اقول واحد، خمسة، عشرة، عشرين، مية، اتس اب تو مي. السورس اي بي ادرس لما يجي لك اللي اسمه 192.168.1.1 ولنقل ده اللابتوب بتاع حضرتك، لما يروح لاي ديستنيشن بيستخدم بروتوكول اتش تي تي بي، يعني رايح لبراوزر، وهنا هو يبقى الديستنيشن اللي اقصد انا مين لو نفتكر من المحاضرات القديمه، اقصد بيه السيرفر. فعلا اتش تي تي بي بينادي على سيرفرات، تمام؟ لما يجي يطلع لاي بروتوكول، بيجي يطلع لاي ديستنيشن الكونكشن بتاعه اتش تي تي بي وافق له، وافق له. الامر اللي بعديه نفس القصه، كان بيتكلم على اي بي ادرس 0.1.2، كان رايح لايه؟ لدي ان اس، لدي ان اس، فبرضه سمح له. طب ايه اللي قفل عليهم؟ كان في اي بي ادرس عايز يروح للاي سي ام بي، راح قافل عليه، او الارب او الاي جي ام بي. خلي بالك ان انت اللي بتكتب الاوامر دي، انت اللي بتحدد الاوامر دي، تقدر انك تغيرها. وبيبقى معاك حاجه اسمها سكيما. ايه السكيما دي؟ معاك كده زي ورقه كده خارجيه، بس طبعا اسمها سكيما بس مش ورقه خارجيه، بيبقى مكتوب فيها مثلا كمبيوتر بتاع الاتش ار مانجر واخد ستاتيك اي بي ادرس كذا، ده الرولز بتاعته كذا وكذا وكذا وكذا. اوكي، بنتكلم على التيبل. قال حضرتك ان انا عندي اربعه تيبل جوه الاي بي تيبل ده، او تيبل اسمه فلتر. بيعمل ايه؟ من اسمه بيفلتر الحاجه عندي، بيشوف مين بيرميت ومين ديناي. ان اي تي داي، ان اي تي ده لفظ اختصار كلمه نتورك ادرس ترانزيشن، وده تشابتر كامل هنشرحه المحاضره الجايه. هو بس في اختصارا او في عجله من الامر، نتورك ادرس ترانزيشن ده هو اللي شغال داخل شبكه نتورك عند حضرتك علشان يحول البرايفت اي بي ادرس للبابليك اللي بتبقى شاريه الشركه. نقول تاني الجمله الغريبه دي، اي شركه او اي مؤسسه بتشتري اي بي ادرس وبيبقى مخصص ليها هي بس، تمام؟ فحضرتك لما بتيجي تطلع من داخل المؤسسه بيتحول الاي بي ادرس بتاعك للاي بي ادرس ده. هنشوف الكلام ده في الشابتر الجاي بالتفاصيل كامله. اوكي؟ فالان اي تي هو اللي بيعمل العمليه دي، هو اللي بيعمل الترانزاكشن ده. وطبعا ليه تفاصيل كتير جدا عشان كده ليه تشابتر كامل بيشرحه. فده بيشتغل على ايه؟ انه بيترانسليت الادرس. طب المانجر تيبل ده بيموديفاي الايه؟ الداتا باكيت، بيقدر يعدل في الداتا باكيت اللي خارجه او اللي داخله. الرو تيبل ده بيديترماين وايزر الداتا باكيت دي ار بروسيد يوزنج ذا ستيت تراكنج ميكانيزم. يعني ايه؟ يعني هي عدت بالميكانيزم المطلوب، بتراكنج الميكانيزم المطلوب او لا. وخلي بالك ان هو مش يعني مش مستخدم قوي الرو باكيت، اكثرهم استخداما الثلاثه الاولانيين. بيقول لحضرتك بالنسبه للفلتر تيبل ده عنده تشين من ثلاث اوامر: انبوت، فورورد، اوتبوت. انا اسف، عنده ثلاثه تشين، انا اسف. اول جدول بيبقى عنده ثلاث سلاسل: انبوت وفورورد واوتبوت. بالنسبه للان اي تي عنده برضه ثلاث سلاسل: بري راوتنج، اوتبوت، بوست راوتنج. ليه بقى البري والبوست؟ زي ما اتفقنا كده من شويه، هو بياخد الاي بي ادرس يغيره لك باي بي ادرس ثاني بابليك، ده البري وده البوست. اوكي؟ طب المانجر لا، ده باخد كل حاجه بقى: البري راوتنج والانبوت والفورورد والاوتبوت والبوست راوتنج. وخلي بالك التلات جمل دوت حفظ هيجوا لك في الكويز، وهيجوا في الفاينل، وهيجوا في الامتحان الدولي. وده الشكل بتاع التشينز بتبقى عامله ازاي كانبوت وكاوتبوت. لو تاخد بالك الامبوند، الامبوند لما قلنا من شويه انا كده داخل الشقه او داخل الشركه بشتغل، اول حاجه حصل ايه؟ بري راوتنج، لان انا لسه جايب البرايفت بتاعي، تمام؟ لو تاخد بالك عند الاوتبوند البوست راوتنج. الحته دي انا هفهمها اكتر في الشابتر الجاي، ولكن كنا لازم
ريديوس ليها في الشابتر ده. طيب بنتكلم على البروسيسنج للترانسميتنج داتا باكيت باي الاي بي تيبل. ايه الموضوع؟ زي ما شفت حضرتك من شويه، انت اول حاجه بتماتش البري راوتنج تشين اول مرحله بتعديها، بعد كده السيستم بيديترماين السبسيكونس بروسيس اللي انت هتشتغل عليها. يعني انت اول مرحله هتخشها البري راوتنج، بعد كده يبدا السيستم يشوف انت هتمشي ازاي، او انت وجهتك عامله ازاي، والتشين اللي انت هتمشي بيها عامله ازاي. لو الديستنيشن ادرس بتاع الباكيت ده اللوكال هوست، يعني مثلا إيه، انا وحضرتك واصلين بنفس الراوتر، فانت بتبقى اللوكال هوست اساسا، حاجه شغالين انترنت. السيستم بيعمل ايه؟ بيبعت الباكت للانبوت تشين، بيماتش الباكت رول اللي في التشين دي. لو الباكت ماتش تمام، السيستم بيبعت الباكت للكورسبوندنج لوكال بروسيس، لو لا بيعملها ديسكارد. يعني ايه الكلام ده؟ بكل بساطه خد بالك ان مش عشان انا وانت قاعدين في نفس الشركه من حقك انك تبعت لي اي حاجه، لا، ممكن يكون في اوامر في الشركه ان والله قسم التسويق ما يخاطبش قسم الماليات مثلا، فما يقدرش اي لابتوب او اي جهاز في قسم التسويق انه يبعت رساله قسم الماليات. فعشان كده انا عندي هنا هو برضو تشين فيها رولز تمام اسمها الانبوت تشين. نبدا يا فندم يشوف، اه والله إيه ده، انا جات لي رساله من قسم التسويق، فبيدخلها للتشين دي يشوف هي بيرمت ولا ديناي. لو بيرمت بيصحها بالعبور، لو ديناي بيعملها ديسكارد. طب لو ما لقاهاش اصلا، لو حد بقى جه غريب كده من بره الشركه عايز يبعت قسم التسويق وما لقاش رول ليه مشابهه، قال لك if not found the system discards the packet، السيستم بيروح عامل ديسكارد للباكت. طيب في حاله ان الديستنيشن ادرس انت عايز تكلمه مش موجود اصلا كلوكال هوست، مش موجود معاك في نفس الشركه، انت عايز تكلم حد بره، قال لك الباكت will be forward والسيستم directly send الباكت to الفورورد تشين، هيبعتها لتشين ثانيه اسمها الفورورد تشين، وبرده هتعمل نفس السيستماتيك بتاعها، نفس السيستم بتاع الانبوت تشين. هتبدا ان هي تشوف الرول اللي جاي لها ده permit ولا deny، هتبدا تمشي مع السيكونس بتاعه، بيرمت تسمح له بالعبور، ديناي هتعمل له ديسكارد، لا ده هي ولا بيرمت ولا ديناي، ده انا اصلا ما لقيتهاش في ال يعني في الرول عندي او في الشين عندي، فبيعملها اوتوماتيك ديسكارد. طيب if ان الباكت از لوكالي جنريتد، لو الباكت دي جنريت لوكالي ايه اللي بيحصل؟ قالك ان هو بيبعت الباكت دي لتشين تاني اسمها الاوتبوت تشين، ودي بتماتش الرول ان ذا تشين وبتعمل نفس السيكونس. بس يعني ايه لوكالي جنريتد؟ انا وانت واصلين بسويتش لوكال، برضو انا هنا هو من حقي ان انا يتحط رول لسبب، ولنقل مثلا مدير قسم التسويق واصل بسويتش بكل اجهزه التسويق، بس هو عايز يكلمهم كلهم بس محدش فيهم يعرف يكلمه، فهنا هو بحط الاوتبوت او الاوتبوت تشين. بنتكلم على بعض الرولز، وللاسف وحتى اقولها لك بكل صراحه ان الاي بي تيبر رول هو كومبلكس شويه، معقد شويه قبل المنظر ده بصراحه. يعني هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من في الاول حاجه اسمها الداش تيبل، وده سبيسيفاي التيبل، ده بيحدد التيبل اللي احنا هنمشي عن طريقه، ونقدر نقدر نشوف بقى التيبل ده فلتر ولا نات ولا مانجل ولا رو. بنحدد الامر اللي احنا عايزينه بيرميت ولا ديناي تمام، بنحدد التشين احنا هنمشي بيها، التشين دي بقى ممكن تكون انبوت اوتبوت فوروردنج وات ايفر، ايه التشين احنا هنمشي بيها، الكرايتيريا اللي هيتقاس على اساسها للتشين دي، والجي اكشن، الاكشن اللي هيتاخد بامر للتشين دي. وهم تاني التيبل اللي احنا هنمشي بيه، الامر اللي انت عايز تنفذه او الرول بمعنى صح، سواء بيرميت او ديناي، للتشين اللي هيبقى تابع ليها البوينت دي، الكرايتيريا اللي هتماتش بعضها عشان قادر يتنفذ التشين دي،
والاكشن اللي هيتاخد بعد تنفيذها. بكده احنا خلصنا من الفاير وول وهنرتاح منها شويه، وجه الوقت احنا نتكلم عن الانتي فايروس سوفت وير. ايه هو الانتي فايروس سوفت وير؟ هل حضرتك ده تايب اوف سوفت وير بيستخدم عشان يريموف الكمبيوتر فايروس؟ تمام؟ عشان يشيل اي كمبيوتر فايروس او اي ميليشيس سوفت وير او اي تروجن هورس موجود او اي كمبيوتر ثريت عندنا. بيقول حضرتك ان الانتي فايروس سوفت وير بيبروفايد فانكشنز such as المونيتورنج، ان هو يراقب او يايدنت او يعمل ايدنتيفيكيشن او فايروس سكاننج، يسكان الفيروسز او فايروس سكريننج يمحيها خالص، او اوتوماتيك ابجريد يابجريد نفسه، او برو اكتف ديفنس ياخد ديفنس مبدئي. طيب الفيروس بريفنت نمنع اساسا اي فيروس ان هو اتاك الجهاز بتاعك. الفيروس ايدنتيفيكيشن يحدد يعمل سكان ويبدا يحدد لو في فيروس موجود. وبقى بيقول لك ايه هنا اهو، كان فيروسز ان ذا بروجرامز اور الفايلز running on a computer and compare the virus against the virus signature database to identify them. يعني ايه الكلام؟ كل انتي فيروس بيبقى عنده بصمه من الفيروسز الموجوده، علشان لما يلاقيها او لما يلاقي الفيروس اللي موجود عندك على الجهاز يطابق البصمه اللي عنده يعرف ان ده فيروس يبدا يتعامل معاه. عشان كده دائما هتلاقي في اوبشن غريب كده ممكن يكون بعض الناس مش فاهماه، بيقول لك ابديت انتي فيروس داتابيز. يعني ايه انتي فيروس داتابيز؟ هو عايز يابديت الداتابيز بتاعت السيجنتشرز اللي موجوده عنده، لازم لها ابديت. وهنتكلم دلوقتي هي ايه، هيجي وقتها يعني. طيب فيروس كلينر يعني ايه؟ يعني بيمسح اي فيروس موجود عند حضرتك بعد ما بيعمل له ايدنتيفاي. طيب الانتي فيروس سوفت وير كومبوننتس عباره عن ايه؟ قال لك هو سكانر وفيروس سيجنتشر داتابيز وفي ام وير شغاله، بيحصل لهم انتجريتد في مين بروجرام. قال لك السكانر ده اهم نقطه، ده بيعمل سكان للفيروسز طبقا للسيجنتشر اللي موجوده عنده. السيجنتشر دي زي ما قلنا المطابقه البصميه ما بين الداتابيز اللي عنده وما بين الفيروس. عشان نبسطها شويه ممكن نقول ان الفيروس مثلا بتاع التشيرنوبل، ده فيروس في جواز اسمه تشيرنوبل، الفيروس ده المطابقه الرقميه بتاعته او واخد سيريال، واخد رقم 0078. فبيبدا الانتي فيروس عند حضرتك يعمل سكان على الجهاز عندك، لو لقى فيروس او لو لقى فايل المطابقه الرقميه بتاعته 0078 يعرف ان ده تشيرنوبل فيروس، فيروح عامل له ايه؟ كلير. وده اللي هو الفيروس سيجنتشر داتابيز. زي ما اتفقنا هم سيجنتشرز معينه، بصمات معينه بتبقى متخزنه في الداتابيز بتاعت الانتي فيروس، وكل انت عايز تحدد قوه الانتي فيروس ده حددته من الفيروس سيجنتشر داتابيز بتاعته. هتلاقي كاسبرسكي وده اشهرهم واقواهم، عنده داتابيز عملاقه جدا للفيروسز. ال VM قال لك دي بتنيبل الفيروس تو بي ران ان فيرتشوال انفايرمنت فيلت باي انتي فيروس سوفت وير، عشان السوفت وير يعرف هو الفيروس ده فيروس ولا بروجرام واخد نفس السيجنتشر بالخطا، او فيروس عايز ياخد نفس السيجنتشر برنامج. يبقى عنده فيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين عباره عن ايه؟ ماكينه وهميه، كانك معاك لابتوب وهمي. تمام؟ بيخلي الانتي فيروس سوفت وير الفيروس يران في الوهميه دي، في الفيرتشوال ماشين دي، يديتكت ان هو فيروس يتعامل معاه. هو دي وظيفه الفي ام. بنتكلم على الانباكينج يعني ايه؟ عشان الحته دي ويرد شويه. بص يا فندم، اظن كثير مننا طبعا عارف، ده مش اظن، ده انا متاكد ان كثير مننا عارف اللي هو الزيب فايل والحاجات اللي هي المضغوطه، الوينرال وخلافه. دي بتبقى فايلز مضغوطه كومبرست اللي هي بعملها باكينج.
او حد ضاغط فيروس في صوره. وده بيحصل كتير جدا، وده عن طريق الاستيرنوجرافي. عباره عن ايه الموضوع؟ إيه، الهاكر مش هيجيب لك الفيروس بشكل صريح عمره، تمام؟ فالبديهي ان هو يعمله لك باكينج في اي حاجه، دوت اي اكس اي فايل، وورد فايل، صوره، ايميل. ده البديهي. الانتي فايروس عند حضرتك نوع من اتنين، يا انتي فايروس قوي يقدر يعمل انباكينج، ولو لقى سيجنتشر مطابقه لسيجنتشر فايروس عنده بيتعامل معاها وبيعمل لها كلير، يا اما ضعيف. وللاسف الافست في الحته دي مش قوي، عشان كده دايما ما بينصحش شويه بالافست، بينصح بالكاسبريسكي لانه عنده تول كامله للانباكينج قويه جدا. السوفت وير ما قدرش يعمل انباكينج، ممكن بنسبه 90% بيكون الهاكر عامل مخبي الفيروس في فايل ما ونزل عند حضرتك، وانتي فايروس ما قدرش ان هو يلقطه، شكرا. بعد كده الانتي فايروس مش اي لازمه. وتاكد ان الهاكر هيعمل كده. من اشهر الدي دوس اتاكس اللي تمت، كان حد عرف يسرق الصوره بتاعه الايفون الجديده، كان ساعتها ايفون تقريبا 11 برو ماكس كان لسه نازل، فحد عرف ياخد يسرق صوره التصميم يعني، وراح منزلها على السوشيال ميديا، بس كان معمول لها باكينج مع زومبي فيروس. ناس كتيرة جدا كانت مستخدمة أو معتمدة على السوفت وير أنتي فيروس بتاع الويندوز نفسه، أو منزلة أفست، أو منزلة أنتي فيروس مجاني أساسا، فما قدرتش إن هي إيه تديتكت حاجة زي كده. كل اللي كانوا مستخدمين أنتي فيروس قوية اللي هنشوفها كمان شوية، قدر الجهاز بتاعهم إن هم يعملوا ديتكت لحاجة زي كده، وساعتها الموضوع اتعرف جدا في السوشيال ميديا. وكان ده اساسا بيستخدم عشان خاطر يعرف يخلق جيش من الزومبيز، كان عايز يعمل دي دوس اتاك على موقع معين. طيب بنتكلم على السيلف بروتكشن. يعني ايه سيلف بروتكشن؟ ليه الانتي فيروس يعمل نفسه سيلف بروتكشن؟ لان ممكن فيروسز، وده بيحصل اساسا، تبقى واخده، انت خد بالك ان الفيروس ده ما بينفذش امر احادي، يعني مثلا مش بيخش يكوبير حاجه، لا هو ممكن يعمل كذا حاجه الفيروس. فالهاكر ده بيعمل ايه؟ بيخلي الفيروس بتاعه اول ما يخش عند حضرتك اول حاجه يعملها يقفل الفاير وول، يقفل الانتي فيروس. اول حاجه بيعملها يخش يقفل الانتي فيروس على طول، لان لما يقفله من التاسك مانجر، لما يعملوا اند للتاسك ده، شكرا انت كده مفيش عندك انتي فيروس، مش هتعرف تديتكت اي فيروس الهاكر بيبعته لك. فبالتبعيه الانتي فيروس ما بيسمحلكش او ما بيسمحش لاي حد انه يعمل له اند تاسك الا من يوليه، تمام؟ وبيطلب في الاول برميشن كمان، لكن مش سهل انك تاند التاسك بتاع الانتي فيروس ده، شيء مش سهل. وعشان كده ده السيلف بروتكشن للانتي فيروس، الانتي فيروس بيبقى عايز يحمي نفسه اساسا. طبعا الريبير، اللي هو احنا ما نقصدش ريبير للانتي فيروس، لا، هو زي ما قلت لحضرتك في بعض الاحيان الانتي فيروس بيديتكت السيستم فايل على اساس ان هي فيروس باي ميستيك، فعشان كده دلوقتي بقى في الريبير تكنولوجي موجوده جوه الانتي فيروس، وهي وظيفتها ان هي تعمل ريبير للدمج فايلز لما الانتي فيروس سوفت وير باي ميستيك بيعتبرها فيروس. بيقول لحضرتك ان مش بس كده، كمان ده الانتي فيروس جواه حاجه اسمها ريل تايم ابديت، وده في الانتي فيروس القويه والكويسه جدا بتبدا تعمل لنفسها ابديت لحظه بلحظه للداتا بيس بتاعتها بتاعت الفيروس سيجنتشر، عشان تقدر تديتكت في حاله ان تم وجود فيروسز جديده. وبديهي جدا طالما انا عندي انتي فيروس انه يعمل برو اكتيف ديفنس. يعني هو 24 ساعه الانتي فيروس، على فكره الانتي فيروس اللي انتوا شايفين صور ده اللي احنا بنشرحه، اللي هو السيمانتيك اند بوينت ده، والسيمانتيك ده انتي فيروس برضه قوي جدا زي كاسبريسكي. يعني نكمل بس في النقطه اللي كنا بنقولها،
انتي فايروس 24 ساعه بيعمل مونيتورنج للبروجرام اكشنز. البرامج اللي شغاله عند حضرتك هو عمال يعملها مونيتورنج، قاعد بيراقبها عشان لما يديتكت اي فيروس ياخد على طول اكشن ضده. زي هنا هو مثلا، هو هنا هو قدر يديتكت التروجن، فراح على طول ايه، واخد فيروس ضده. اخر انتي فيروس كاسبرسكي ريسكينج سيمانتيك 360. كاسبرسكي انتي فيروس ده غير كاسبرسكي نفسه. الام او الماك في، وده ما بحبوش قوي ك يعني ده كبريفرنس شخصي. تمام. الكينج سوفت ده استخدمته برضو، ولكن هو موضوع الاشهر، وعلى فكره هو برضو الاشهر في الصين، بس طبعا جلوبالي معروف قوي الكاسبرسكي بقوته في كذا حاجه، في كذا فيلد في انتي فيروس. احنا بنحتاج ايه في الانتي فيروس؟ بنحتاج الانتي فيروس افكت، قوته، الاوكيباي ريسورسز، استخدام الريسورسز برضو انتي فيروس ما يتقليش جهازي، بس ده مخصوص السهل. يكون الانتي فيروس سريع في ان هو ديتكت ويقدر يتعامل مع الفيروسز، واليو اي يكون اليوزر انترفيس بتاعه سهل للتعامل، نعرف نتعامل معاه بسهوله. بس خد بالك من نقطه، الانتي فيروس مهما كان قوي مش هيقدر يعمل سكان ويقتل كل الفيروسز. وي كانوت كيل اول سكان فيروسز، هو ممكن كمان يقول لك ان الفيروس ده موجود بس ما يقدرش يتعامل معاه. خد بالك من النقطه دي. عشان كده دايما بنقول، وعلى فكره دي على فكره ده في كل المراجع بتاعت السكيورتي، دايما هيقول لك دايما اضعف حلقه في اقوى نظام امني المستخدم. ما تروحش تنزل حاجه انت مش عارفها، ما تروحش تنستول من مكان انت مش عارفه. تمام. إيه، خلي بالك الانتي فيروس may clear delete او for يعني forbid access to or isolate infected files. It also may not process the file. يعني هو ممكن يعمل لك كل انت عايزه ده، ولكن ما يعملش بروسيس الفايل، ممكن ما يعرفش يمسحه رغم ان هو يعمل ديتكت. فهنرجع تاني نفس يعني المرجوع بتاعنا، ان خد بالك ان طول ما انت بت go through links انت ما بتعرفهاش، او بت install عن طريق حاجه انت مش عارفها، انت معرض ان يحصل لك مشكله وما هيقدرش انتي فيروس يساعدك فيها. انتي فيروس هي وسيله مساعده مش وسيله امان. بقى النقطه دي بيكمل بس كلام بيقول لك كلير، هو بيكلير ورمز موجوده، ديليت بيدلت اي فيروس فايل موجود، فوربيدن اكسس بيمنع الفيروس فايل اساسا انك تعرف تاكسسته اصلا، لان في بعض الاشخاص بيعملوا الحركه دي وانا لاحظتها، يروح جاي الانتي فيروس يقول له خد بالك ان الفايل انت نزلته ده ريسك وما تشغلوش، الفايل ده فيه فيروس، يروح هو رايح مشغله عادي جدا يوزنج ادمنستريتور ويروح مشغله. فالانتي فيروس قويه بتمنعك اصلا انك تعرف توصل للفايل، بتمسحه اوتوماتيك اساسا. ايزوليت، بعد ما بيتم مسح الفايل بيعملوا ايزوليت من السوفت وير نفسه عشان ما تعرفش توصل له تاني. او في بعض الانتي فيروسز بيحطوه عندهم في ايزوليتنج اريا لحد ما انت تتاكد انك عايز تمسحه. تمام؟ لان هو وارد ان انت يكون الفايل نزل عندك ده بروجكت انت شغال عليه انت واصحابك. وده بيحصل على فكره في بعض الاوقات، بيكون في بروجكت انت شغال عليه والسوفت وير يديتكته على اساس ان هو ايه؟ فيروس. فعشان كده هو بيعزله لك في نقطه ويستنى لحد ما يشوف انت عايز تعمل ايه؟ تمسحه، ترجعه، تخليه. طبعا بيتكلم على الانتي فيروسز في الاول وفي الاخر لازم يكون عندك نولج، لازم تابجريد الكمبيوتر والنتورك سكيورتي نولج بتاعتك. at the end ما تستخدمش اي فايلز ما تعرفهاش، وما تجو يعني not go through اي ويب بيجز، ولازم تابديت الباسورد بتاعتك ديلي وبشكل منتظم. ده بالنسبه لاول جزء في المحاضره السابقه، لسه في جزء تاني وتالت هتطرق ليهم، ف let's go through. ان شاء الله اشوفكم في الجزء التاني. طبعا feel free to contact me. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.